مش عشان الاخوه لاعبي المنتخب الوطني الابطال الكابتن المدرب الاداريين الفنيين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم تروسنا يعني دائما انتم ترسمون البسمه والفرحه بين ابناء شعبكم في هذه الظروف اللي الناس كلها سمرت امام التلفزيون. الحمد لله والنعم عندكم، بارك الله فيكم. انا عندي ثقه كبيره انه هذا المنتخب بهذه الروحيه بهذا اللعب فعلا اكو منتخب واعد راح يعيد العراق الى مكانه الطبيعي ان شاء الله. كونوا واثقين انتم بالاتجاه الصحيح ما دام تكون بهذه الهمه بهذه الغيره بهذا اللعب بصيغه الفريق الواحد وبالتزامكم بخطه وتوجيهات المدرب. مثل ما وعدتكم الحكومه اخوانكم اخواتكم في مجلس الوزراء كلهم دعم لكم في هذه المسيره والاستحقاقات القادمه ما دام انتم بهذا الخط من الخط التصاعدي في الاداء وفي الفوز. منتخب اليابان منتخب قوي، وحتى مباراتكم الاولى كان ايضا الاداء لله الحمد متميز. ان شاء الله بنفس المستوى وموعدنا بالمباراه النهائيه اللي ان شاء الله راح احضر لكم هذا الاستحقاق. بارك الله فيكم، نسال الله التوفيق والنجاح لكم في هذه البطوله. شكرا جزيلا. شكرا والمدرب يشكرك كل شوي على دعمك ورعايتك واهتمامك واللاعبين، وان شاء الله يكونون حسب ظنك وظن ابناء شعبهم كله ويفرحوا شعبهم دول. والنعم والليله توصل مكافاتهم. شكرا جزيلا. اشكرك جدا. مع السلامه.